بالله عليك أي غش للمسلمين هذا؟ وهو الذي لو أراد في كربلاء أن يصلي في مسجد لا يكاد. أغلق عينيك أو أشح بوجهك عن الفيديو واسمع صوتي فقط أتكلم لمدة. ترك الناس في فلسطين سب الله أهم من تحرير فلسطين من إسرائيل. أنا بس عشان أريحك. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسهل أن يغمرك اليأس يا أخ التوحيد. كثير مما تتأسف عليه اليوم هو من قطف عمل إعلامي على مدى سنين. حشدوا وحشدوا وحشدوا حتى إذا جاءت حادثة مستفزة أظهروا أنفسهم وعلت أصواتهم، فينشأ حينئذ ترند جدلي، فتنة يخوض فيها الناس ويموجون. وكلما هممت للكلام على شيء عصفت بي وبكم طامة أخرى، حتى وصل بي الحال أن فقدت السيطرة. أقول لنفسي تجاوز السابق وواكب الجديد، وأجمل لنفسي هذا الرأي، لكن سرعان ما أعود وأشعر بذلك الحمل الثقيل من عبء الأحداث السابقة، فرأيت أن أجمع ما تيسر وأعلق عليه، وهي ليست ردود بقدر ما هي زفرات مبعثرة وغير مرتبة، كان لابد من بثها قبل الانتقال إلى غيرها، فأسأل الله جل وعلا أن أوفق في ذلك وأن ينتفع به، بسم الله. طبعا القناع مو ثابت، كل شوية لازم أرجعك مرات، ممكن تشوفون عيني كذا في جهة ثانية، بس المهم إنه لما تدخل قرية ناروتو فيه تدخل زيادة، وكان الموظفين كذا مرة رهيبين ضحكوني. أعوذ بالله، أبعد هذا يشك أحد أن التمادي في اللهو باب شرك ومعاصي؟ أما ترى أنه باب إلى الذل؟ هذا الاستسهال نحو هذا الذي رأيت بدعوى تمثيل وفعاليات ترفيهية، هذا ليس إلا ذل تتجرعونه يا شباب الأنمي، جرعات تلو جرعات من الدياثة العقدية، هذا تطبيع عقدي لتألفوا صور الشرك والذل والانبهار بمن أنتم أعز منه. فما لكم، أدركوا أنفسكم، فقد فعلت بكم الأنمي والجيمز والأفلام ونتفليكس، ما الله به عليم. نسأل الله أن تعود فينا الحمية على التوحيد والأنفة من هذا الذل. شوفوا يا جماعة المكان، شايفين الحيطة دي؟ بصوا في فوق تمثال بيقول لك بتيجي هنا عند المكان ده تتمنى أمنية وترمي فلوس. أوكي خلينا نتمنى أمنية. لازم دلوقتي نتمنى يا رب يا رب يتقبل. أضرب دي في أضرب دي في الحيط عشان تقع هنا. يلا لا هاي. يا رب يجيب نتيجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا حسرة على العباد، هذه أوحال عقدية لا تنفع ولا تضر على الحقيقة، وإنما هي شركيات وأوهام، فما لك ولها. المسلم إذا مر على هذه فإنه يستغني، المسلم يستعلي، يحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، فما حاجتك لها؟ لا تقل لي هذه مجرد قطعة معدنية رميتها وهذا مجرد لعب ولهو. فعن سلمان رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم وقالوا: لا يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئا. فقالوا لأحدهما: قدم شيئا، فأبى فقتل. وقالوا للآخر: قدم شيئا، قال: ليس عندي شيء. فقالوا: قدم ولو ذبابا. فقال: وإيش ذباب؟ فقدم ذبابا فدخل النار. فقال سلمان رضي الله عنه: فهذا دخل الجنة في ذباب، ودخل هذا النار في ذباب. فالمقصود من إيراد الأثر أن تلاحظ هذا الاستخفاف حينما قال: وإيش ذبابه. فأعاذك الله من أن لا تستعظم الشرك، أعاذك الله من أن تنشر في ملايين الشباب شيئا من تهوين الشرك وتهوين أمر هذه الأوهام. فاتق الله، الله أنعم علينا بالإيمان، فالمسلم حقا أعز من أن يجاري أصحاب هذه الشركيات في شركهم ووقاحتهم مع ربهم. المسلم يغنيه ربه، يغنيه توكله عليه. أما هؤلاء الشعوب التي ترحل لهم فقوم أضاعوا الهدى، اضطربت نفوسهم فاخترعوا وأشركوا، فما لك ولهم، هداك الله. إن قلت أنا رحالة أعرض فقط ثقافات العالم المختلفة، فاعلم أنك قبل أن تكون رحالة أنت مسلم. إن مررت على ما يخالف إسلامك فهناك أحكام شرعية تتعلق بك، وليس الأمر سبهللا هكذا. إما أن تغير المنكر بيدك أو بلسانك، فإن عجزت فلا أقل من أن تبغضه بقلبك، البغض الذي على الأقل تستقبح فيه أن تصور هذا المنكر، فضلا عن أن تعرضه وتنشره، فضلا عن أن تشاركهم فيه وتجاملهم فيه على حساب دينك وعقيدتك. هذا هو الأصل أخي، هكذا هو المسلم، فأعرض عن هذا وفكر في العاقبة. في تغريدة من حساب كعت العالم الرسمي على تويتر كتب التالي: تشجعت التعويذة المليئة للطاقة وهي مستعدة لإطفاء متعة كرة القدم على الكيمياء. لعيب هو التعويذة الرسمية لكعت العالم. ولعل أبرز ما يميز كل بطولة هي التميمة المختارة لتكون الشعار الرسمي، وعادة ما تستخدم التميمة لأغراض الترويج كما أنها تنشر أجواء المرح بين الجماهير.
What are you really talking about music and football without introducing me? هل كنت تتحدث عن كرة القدم؟ أنا التعويضة الرسمية لكأس العالم اللي تحدث في دولة قطر 2022 والتعويضة تحت مسمى لعيب. اللهم استعان، نعوذ بالله من هذا الهوان الذي يحيج المسلمين من أجل لعبة التنازل لأعرافها العالمية حتى لو مس ذلك عقائدهم. طيب هم أخزاهم الله بلا دين ولا مراقبة ولا حفظ لحق الله جل وعلا، فجعلوا لهم لغرض الدعاية والترويج شيئا اسموه تشارم أو ماسكوتس أو لك أوبجكتس. هم جعلوا مثل هذه الأمور دعاية لفعاليات ألعابهم. هكذا هم الكفار أهل زيغ وضلال، فما بالنا نحن كمسلمين نأتي نقلدهم في هذا بلا أدنى مرعاة لديننا. فتأتي التسمية عندما نترجم ما أملوه علينا تميمة أو عنصر جالب للحظ أو تعويذة لتدفع شرا أو تجلب خيرا، نأتي نحن نقر هذا، نتابع الكفار عليه لا مشكلة، كأننا عمي بكم عما أعزنا الله به. فإن قيل لا نقصد تعويذة بمعناها الشرعي، نحن فقط نلعب، فيا معشر من يعقل، هذه عندنا ألفاظ شرعية ليست للعب واللهو. هم لو جاءوا سموا حكم المباراة مثلا God، هل سنأتي نحن ونسميه إله ونقول هذه مجرد لعبة؟ هم لو سموا كابتن الفريق نبي، لو سموا قوانين اللعبة قرآن، لو سموا حارس المرمى صنم، هل نأتي نحن كالبهائم نقلدهم في هذا؟ التعاويذ والتمائم هذه ألفاظ شرعية لها تعلق بأحكام شرعية، فليست هذه محلا للعب. وفعلكم هذا تطبيع عقدي مورس ويمارس للأسف، يكسر من خلاله هيبة وجدية هذه الألفاظ. لا تستغرب تطبيع عقدي يمارس عبر اللعب، فلا أدري لا أدري أي هوان نحن فيه. أتاني كلامي ماريا القبطية أم الولاد يحميها من عين الحسود الحاسد، وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاد، واجمع قلوب المؤمنين على المحبة والسماح، يا ربي ألف بينهم. طيب سأطلب منك أخي أمرا أرجو تلبيتي فيه، أغلق عينيك أو أشح بوجهك عن الفيديو واسمع صوتي فقط، أتكلم لمدة دقيقة كالتالي. بالرغم من تقدم الإنسان، هذا عبقري في الرياضيات والبرمجة، وآخر ربما وصل للفضاء والقمر، لكنه للأسف يتمسك بعقائده ولا يخضعها لمحاكمات منطقية مثل ما يخضع تجاربه الحياتية والعملية. وبهذا تعلم نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب. فهذا عيسى عليه السلام جاء بالإنجيل ودعا قومه إلى الإيمان الصحيح، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وحملها عنه صحابته المؤمنون حقا، فحفظت لهم الأمة حقهم، وعنهم حمل العلماء الربانيون، وبهم اقتدى الصالحون، فتعلمت خيار هذه الأمة منهم وحفظت حقهم وأخلصوا وجاهدوا في سبيل الله. واليوم دورك، فاستقم كما أمرت. انتهى. أرجو الآن أن تفتح عينيك وترجع أخي لتسمع هذه الفقرة السابقة مقترنة بما سترى، ثم أخبرني إن أغاضك السياق والاقتران والتمست الإشكال في إيراد هذا المرئي مع القول المحكي. فبهذه التجربة اختصرنا كثيرا من الكلام والشرح، فهذا الذي رأيت وهذا الذي ترى هنا وهناك هذا من صور التطبيع العقدي. ولا أدري إلى متى يتصدر الشيخ أو طالب العلم أو القارئ أو الواعظ وهو غافل عن مكر الإعلام ويتعامل معه بسذاجة، ثم إن عوتب قال أنا لم أفعل شيئا. بل والله يا إخوة، هذا التطبيع العقدي، هذه الدعوة الخفية التي تؤثر في المستمع تأثيرا غير مباشر، هذه نحن أحق بها، وينبغي أن يكون من يتصدر منا، لا أقول متوسط في فهم هذه الأساليب، بل ينبغي أن يكون فارسا في هذه الميادين. فالحق معنا ونحن أحق من يهدي غيرنا لننجو وينجون، لكن للأسف الدور معكوس ومقلوب ويمكر الإعلام بكثير من الغافلين. فإلى الله المشتكى. أنا بقول لك من قلبي عيب، عيب تقول لا تجوز الرحمة على شرين، عيب. مش الناس توازن بأخلاقها ومعاملاتها. كنا تضايقنا، كنا بكينا، ليش بكينا؟ عشان لا تجوز عليها الرحمة، مش معقول يعني. ما هو استفق قلبك ولا أفتوه. وأسأل الله أن يتقبل شرين مع الشهداء، لأنها كانت كبيرة، صاحبة رسالة كبيرة. مش بالساعة كلها الناس يتهم شرين وانت تيجي تقول لا تجوز عليها الرحمة، فيروح بسم الله. هذه الحادثة كانت مليئة بالعبر،
وقد كان وقعها ثقيلا على نفسي، فأنا من بلاد الشام وممن يعرف كثيرا من شباب فلسطين، ورأيت ورأيتم وسمعت وسمعتم ما يندى منه الجبين. وأنا هنا أتكلم عن مئات الألوف من الشباب للتو خرجوا من رمضان شهر القرآن، ثم هم يجادلون عن أحد الركائز المقررة في القرآن. شيء مؤسف، كأنما رحمة الله وغضب الله، جنة الله وعذاب الله، كأن ذلك كله مفصل حسب أعراف الناس ومخيلاتهم وأمانيهم. وعلى كل حال، قد تكلم أفاضل وبينوا بما لا مزيد عليه. وأوضح ما سمعت أخيرا ما ذكره الأخ حسام عبد العزيز في سجاله مع أحدهم، يقول: إحنا بنقول الرحمة أعم من المغفرة، لكن المغفرة شرط لبلوغ الرحمة في الآخرة. قال صالح عليه السلام لقومه الكفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اطلبوا المغفرة تنالوا الرحمة. فربنا لما قال إنه مش هيغفر لمن مات على الكفر، سد عليه الطريق إلى الرحمة في الآخرة. تيجي أنت تطلب له الرحمة؟ لذلك الاستدلال بآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين على منع الترحم هو استدلال صحيح تماما. الله أكبر والحمد لله. يا إخوة، على قدر وجعي وأسفي مما حصل، إلا أني أنصح نفسي وأنصحكم ألا يصيبكم الضجر ولا تيأسوا من الناس. فالمشايخ والأفاضل خرجوا وبينوا في مقاطع ومنشورات، إلا أني أراكم كذلك فرسان هذا الترند. فأنتم من علقتم على منشورات الترحم، وأنتم من نشرتم وشاركتم جهود المشايخ، أنتم من أذعتم في الناس إنكار هذا المنكر، مع أن في مقابلكم أعداد هائلة وقنوات إعلامية قوية، فصبرتم على الأذى، جزاكم الله خيرا. لذلك أنا أوصيكم: إن عادوا عودوا، وأحسب أن هذه الفتنة ستعود، فاثبتوا وانصحوا وكرروا نصحكم ولا تضجروا. وإن لكم في يونس عليه السلام عبرة: فاثبتوا اجعلوا بدل التعليق الواحد 10، وبدل المشاركة للمقطع الواحد شاركوا 10 مقاطع. ويا إخوة التوحيد، هذا الذي حصل ثمرة من ثمرات التطبيع العقدي. نعم، هذا الذي رأينا ليس إلا ثمرة لتكرار خطاب التقارب بين الأديان وخطاب التعددية واحترام الجميع، انطلاقا من أن الجميع طرق تؤدي إلى الله جل وعلا. كل هذا ساهم في إغراق الناس بهذه الفلسفات. فلا تظن هذا الترند كان في تلك الفترة فقط، بل حشد له الإعلام طيلة عشرات السنين من قبل. فلا تظن ما حصل حصل فلتة، قد كانت أياما عجبا والله. أثبت فإن الأمة في الفتن تحتاج رجالها. العقيدة والدين مهم جدا، سواء للمسلمين أو للمسيحيين. يعني حتى لي أصدقائي مسيحيين أنصحهم أن أولادهم يودوهم الكنيسة، يعني ما يهملوش الجانب الديني، لأن الدين بيبقى عاصم وبيبقى مانع لحاجات كتيرة جدا جدا. فالدين مهم في حياة البشر يعني. أكيد. للوهلة الأولى تظن أن هذا الاعتراف بذرة خير، لكن لما ترجع وتتأمل ما قال تجد هذا التوجيه ينطلق من جعل الدين عاصم، من أن يضر المرء نفسه في الدنيا فقط، والدين نفعه الأول والأهم أن ينجو المرء في الآخرة. فالحديث عن الدين كأنه حمية صحية أو وصفة استرخاء واستجمام أو خطة اقتصادية تعود عليك بمنافع دنيوية، هذا كله غلط. الالتزام بالدين واجب وحق، ولن ينفعك هذا الإسلام في الآخرة حتى تكفر بغير الإسلام، بهذا فقط تنتفع بالدين. ولو كان هذا المتكلم مستحضرا لذلك ما نصح النصارى للذهاب للكنيسة، لكنها الدنيا ثم الدنيا ثم الدنيا. وبزور هذا المكان ملايين الزوار على مدار السنة ليأدوا الصلوات ويزوروا مراقد الشهداء في أجواء مليئة بالروحانية، والبيوت تنفتح لإلهم، والأكل بتوزع مجانا، بيجوا الناس هم تملأهم مشاعر محبة آل البيت، بيصلوا وبيستذكروا، فما بتمالكوا أنفسهم من البكاء وذرف العبرات. أصبحت اليوم كربلاء أيضاً، يعني في هذه الفترة تحولت إلى مدينة ثقافة، مدينة علم، احتضنت هذه المدينة المقدسة يعني من إخواننا السنة والأكراد. بالله عليك، أي غش للمسلمين هذا؟ أي ضمير يحمله هذا الرحالة؟ وهو الذي لو أراد في كربلاء أن يصلي في مسجد لا يكاد يجد مسجداً واحداً لأهل السنة هناك. سنة العراق، يا أهل العراق، سموا لي مسجداً واحداً ظاهراً لأهل السنة في كربلاء. فعن أي تسامح يتكلم هؤلاء؟ وهذا الغاش يأتي يقول: يذرفون الدمع، ها؟ روحانيات ما شاء الله، ما أثقل الحمل الذي صار على ظهرك وأنت تجمل صورة هؤلاء وتطعن إخوانك في ظهورهم. سأحاول أن أبقى هادئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هداك الله يا جهاد. المشكلة هي ما زلت تسمح لمن هب ودب أن يستعملك في ترويج بضاعته. المسلم حقا إذا مر على شرك بالله جل وعلا يتمعر وجهه غضبا لله جل وعلا، وأنا لا أراك تفهم هذا بعد. المسلم يغلي قلبه إذا انتهكت أمامه حرمات الله جل وعلا. إذا كان ابن تيمية رحمه الله يقول: ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه
من حضوره أو يكون مكرها. فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه. وطبعا لا يدري ابن تيمية رحمه الله ما يجري بنا هذه الأيام، ماذا لو رأنا، ماذا لو رأى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم رحالة ويذهبون إلى أماكن شرك الشعوب يشهدون جرأة هذه الشعوب ووقاحتهم مع خالقهم، يصورون ذلك ويعرضون ذلك للفرجة، لكن ليست فرجة واحد ولا اثنين، فرجة لملايين المسلمين. فأي عدالة سيتكلم عنها وأي غيرة على العقيدة تبقى بعد ذلك؟ وطبعا هؤلاء الرافضة قاتلهم الله يظنون أنهم بهذه المسرحية يطبعون المسلمين مع ما يفعلون هناك، هناك حيث الأضرحة، هناك حيث القلوب تتعلق بغير الله ويدعون ويرجون غير الله. فالأمر كله محاولة تطبيع عقدي، وأنت على ما عهدناك يا جهاد من غفلة وتساهل في أمر العقيدة. وسبحان الله، أنت مثلا لما ذهبت إلى بعض البلاد وشاهدت سلبيات تلك البلاد على الإنسان أبديت هذا وأظهرت هذا وكتبت في العنوان لا تسافروا هنا، لكن لما يأتي أمر الآخرة نراك غافلا ولا تنتبه للمفاسد التي تنشرها، تلمع وتروج وتسوق لأهل الزيغ. اتق الله، اتق الله. وهذه الملاحظات سبقني إليها أحد أخواني في آخر مقاطعه على قناة، ولذلك أشد على يديه أن يستمر وأن يركز على ما يخدم العقيدة والتوحيد. فهذه المنصة في أشد الحاجة لمثل هذه التنبيهات، وطالما أنت تخرج بها في جودة عالية فهذا قد يصل إلى فئة لا تقبل إلا بهذه الجودة للأسف الشديد. فهذا الأخ زاده الله توفيقا، لعلي أريكم شيئا من مقطعه وأشوقكم لمشاهدته كامل. السوشيال ميديا وصناعة المحتوى هي في الحقيقة أسلحة، قضية تتعلق بغاية وجوده وقصد خلقه. فكم من اليوتيوبرز والمشاهير كانوا فتنة لمتابعينهم وسلموهم فريسة للشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم بدل أن يقربهم من الرحمن، فكانوا من أعظم الأسلحة التي تضررت بها الأمة. لاحظت في الآونة الأخيرة أنه في كثير من اليوتيوبر سواء كانوا عرب أو أجانب زاروا العراق، وبالذات زاروا مدينتين كربلاء والنجف. Welcome to Karbala. من هؤلاء اليوتيوبرز؟ من هؤلاء اليوتيوبرز جهاد حطاب هداه الله. سأترك الرابط لمقطع أخينا في الوصف إن شاء الله. غضب بعد تصريحات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقها مسؤولون في الحزب الحاكم في الهند. موجة الغضب دفعت الحزب لتوقيفهم والتأكيد على تجنب الحديث في الدين. قاتلهم الله، قاتلهم الله وأخزاهم. أما كان لهم في سوءة فرنسا عبرة؟ والذي لا إله غيره لا يتعرض أحد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مزقه الله وضيق عليه دنياه وآخرته وبئس المصير. إن شانئك هو الأبتر. مزق كسرى رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه. فأبشر يا شيبة الهند، وصدق من قال أن هذا ليس إلا تطبيع وجس نبض. هل سيألف المسلمون هذه الإساءات؟ هل سيفتروا عن ردها والتصدي لها؟ فإن فتروا وألفوا انتقل التطبيع إلى معلم آخر من معالم الدين، فيتدرجون هكذا من منكر إلى منكر إلى منكر، حتى يكون المسلمون وأعراضهم ومعالم دينهم أهون على هؤلاء من جناح بعوضة. هكذا هم الكفار الفجار. فكن أنت رجلا، قف لهم وأر الله جل وعلا من نفسك هذه الأيام خيرا. أنا أعتقد أنه هداية واحد يعبد القبور أعظم من قتل 1000 أمريكي و1000 إسرائيلي. هداية واحد يسب الله، أنا عندي ترك الناس في فلسطين سب الله أهم من تحرير فلسطين من إسرائيل. أنا بس عشان أريحك، الله أكبر، هذه منهجيتي، هذه عقيدتي. هذه الكلمات أثارت حفيظتي. سألت نفسي وأريد أن أسألك الآن، هل هي ثقيلة علينا هذه المعاني؟ هل حقا نستغرب هذه المفاضلة التي ذكرها؟ السؤال المر، هل التوحيد أولا؟ هل سلامة العقيدة مقدمة على سلامة أي شيء آخر؟ وفي المقابل هل المخالفين في شأن التوحيد الساعين في الناس بغير العقيدة الصحيحة سواء خالفوا في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات، هؤلاء هل هم أبعد منك وأشد عليك من كل مخالف لك في شأن آخر؟ ولو كان مخالفا لك في خلاف فقه سائغ، ولو كان مخالفا لك في أسلوب الدعوة شدة ولينا، ولو كان مخالفا لك في ترجيح جرح فلان أو تعديل فلان، بل حتى لو كان مخالفا لك في أصل من أصول السنة ليس له تعلق بالتوحيد والعقيدة بشكل مباشر. طبعا فضلا أن تكون المخالفة في أمر الدنيا، يعني مخالف لك في اغتصاب أرض، أو قد نهب منك مالا، أو قد نازعك في منصب وجاه تستحقه أنت، أو رماك ببهتان وافترى عليك وآذاك ذلك جدا، بل لو كان بينكما دم، كل أولئك المخالفين درجة ثانية، درجة ثانية تأتي بعد من خالفك في توحيد
توحيد رب العالمين خلافا مباشرا. أكرر، سواء في توحيد العبودية أو توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات، وهذه الأولوية لعظمة حق الله جل وعلا على حقوق أي خلق من خلقه. هذه هي أولوية التوحيد، وهكذا يكون ترتيب المركزيات. يعني إن وجدت نفسك تنشط وتشتد وتحذر وتحذر من مخالف لك في غير أمر التوحيد أو في أمر يتعلق بالتوحيد لكن تعلقه غير مباشر، إن وجدت نفسك كذلك لكن تأتي للمخالف في التوحيد وأقسامه مخالفة مباشرة بصورة مباشرة، فتلين ويفتر نشاطك ولا تعبأ ولا تجتهد في نقده ونقد مخالفته كما كنت تجتهد وتحذر الناس من المخالف الأول. إن كنت كذلك أخ التوحيد فراجع نفسك، راجع مركزياتك مرة أخرى. ولا أبرئ نفسي، لكن المرء يسدد ويقارب وينصح إخوانه بما يتمناه من نفسه، والله وحده المستعان والموفق. لنقل مثلا دعاك شخص كريم إلى مائدة طعامه وفتح لك بابه وأخبرك بذلك، ثم أنت تركت بابه مفتوحا وذهبت لكي تطلب من أشخاص آخرين أن يتوسطوا لك عند هذا الكريم لكي يفتح لك بابه مفتوح أصلا، وبس فهمك كفاية. هذا المثال السابق لو تأملته فإنك لعلك تعذر المشايخ حينما يتعاملون مع هؤلاء، كيف يطيش عقولهم وهم يحاولون أن يفهموا هؤلاء هذا المنطق البسيط. هذا من جهة، ثم إنك لو تأملت الأمر أكثر لوجدت أن فيه قلة أدب مع صاحب الطعام. بمعنى آخر، كلما كان الإنسان عارفا بأن صاحب هذا الطعام كريم فعلا وأنه عظيم الشأن جاد صادق في فتح الباب لك، كلما كان الإنسان عارفا بذلك كلما كان مقبلا غير متردد في دخول هذا الباب. وفي المقابل، كلما كان المرء مترددا في جدية هذا الكريم ويظنه مبالغا أو يحتاج لوساطات ليبقى فاتحا بابه، كلما كان المرء كذلك كلما كان مضطربا يلتفت ويبحث هنا وهناك عن وسيط يضمن له فتح الباب. هذه قلة أدب. وهكذا هؤلاء يتركون دعاء السميع العليم الذي فتح الباب لهم، ويأتون يطرقون أبوابا مغلقة لآخرين، ويبذلون ما لا يبذل لمخلوق ليفتح هذا المخلوق بابه، حتى يقول لهم في النهاية بالله توسطوا لنا ليفتح السميع العليم بابه، طب بابه مفتوح أمامك، أما ترى؟ لو أنك بذلت هذا الذل وهذا التضرع عند باب الله جل وعلا تماما كما تذللت وتضرعت عند أبواب هؤلاء الوسطاء لكان ذلك أدعى بالإجابة. لكن أنتم أين عقولكم؟ لا أدري. والعجيب أن الآيات والبينات لا تكاد تنقطع، يرون بأعينهم الأقفال على صناديق التبرعات عند القبور والأضرحة، بمعنى لا أحد منهم يثق في صاحب القبر أن يدفع عن نفسه السراق إذا ما جاءوا إلى هذه الصناديق. تعلمون أنه لا يستطيع أن يحرس هذه الصناديق، فكيف يجيبكم فيما هو فوق ذلك؟ آيات، سبحان الله. وتراهم يجادلون، وترى علماء سوء يخرجون ويبررون، سبحان الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. صدق الله العظيم. وفي هذا القدر كفاية. هذه كانت زفرات، أحببت أن أنثرها بين أيديكم. ثبتني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.